في التفاصيل، جولة بلينكن التي بدأها من إسرائيل تجسد مسعى جديدا من واشنطن للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة واستعادة الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، رغم عدم تأكيد البيت الأبيض من أن المفاوضات ستستأنف فعلا أم لا عقب هذه الزيارة لبلينكن. كما سيتطرق بلينكن أيضا إلى قضية اليومية التالي للحرب في غزة ومسألة إعادة الإعمار والجانب الذي سيتولى أيضا إدارة القطاع، فيما أكدت مصادر العربية رفض حركة حماس حتى الحديث عن هدنة مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جباليا. لكن توقيت هذه الزيارة لافت أيضا، فهي تأتي قبيل أسبوعين فقط عن موعد الانتخابات الأمريكية، وبعد أيام أيضا عن مقتل زعيم حركة حماس، فيما أعرب بايدن الرئيس الأمريكي عن أمله في فرصة جديدة لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة والتوصل أيضا لاتفاق حول الرهائن بعد مقتل سنوار. مسؤول أمريكي أيضا يرافق بلينكن في هذه الجولة، قال لوكالة الأنباء الفرنسية إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعتزم أيضا التباحث مع نتنياهو والقادة الإسرائيليين بشأن الضربة الإسرائيلية المتوقعة ضد إيران، بهدف تنهيهم عن أي عمل من شأنه أن يزيد من تفاقم الصراع في المنطقة. أما على جبهة لبنان فالموقف الأمريكي أبرزه المبعوث الخاص أموس أوكشتاين، الذي أكد أن بلاده تسعى للتوصل لاتفاق شامل لإنهاء الصراع الحالي بين إسرائيل وحزب الله، فيما تسعى واشنطن لإقرار تعديلات على القرار 1701 بحجة عدم التزام الطرفين طبعا لبنان وإسرائيل ببنود هذا الاتفاق.